بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا الكرام، إخوة العلم والذكر والبيان، العشر الأواخر وفضل ليلة القدر والإكثار من الذكر هو موضوعنا لهذه الليلة. اختص الله تعالى شهر رمضان من بين شهوره بالفضل والتقديم، واختص من رمضان العشر الأواخر منه بالإجلال والتعظيم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من ليالي رمضان. فكان عليه الصلاة والسلام متى دخلت العشر الأواخر يخلي نفسه لعبادة الله تعالى وإحياء الليل بالقيام ومدارسة القرآن. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. أخرجه البخاري ومسلم. فكيف كان يحيي النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشر الأواخر؟ كان يحييها بقراءة القرآن ومدارسته. وكان عليه الصلاة والسلام يعرض على جبريل القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما. يقول سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. إذن فهذا الشهر هو شهر الله، وشهر الطاعة، وشهر العبادة، وشهر النجاة، وشهر المغفرة. وعلينا أن نركز على القرآن في هذا الشهر الكريم. وكان كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحييها بالتهجد والصلاة والدعاء عند الغفلة، لأن أفضل العبادات عند الغفلات، لا سيما في الثلث الأخير من الليل. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. أخرجه مسلم. وليس أفضل على قلوبنا من قول الله تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وفي العشر الأواخر من رمضان أثنى الله على هذه الليلة أشد الثناء، أي ليلة القدر، وجعل لها من الفضل ما لم يجعله لغيرها. فقد قال تعالى في فضلها ووصفها: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال سبحانه: إن أنزلناه في ليلة مباركة. ومن علامة ليلة القدر التي ذكرها أبي بن كعب رضي الله عنه في حديثه أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، كأنها تزف البشرى لقائمها ومحييها بالطاعة والعبادة. وفضل ليلة القدر من ثلاثة أوجه.
قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. إن هذه الليلة في الفضل والشرف خير من ألف شهر، لما اختصت به من شرف إنزال القرآن الكريم فيها. قال المفسرون: العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. الفضل الثاني، قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أي تنزل الملائكة وجبريل في تلك الليلة بأمر ربهم من كل أمر قدره الله تعالى وقضاه لتلك الليلة إلى السنة القادمة. الفضل الثالث، سلام هي حتى مطلع الفجر، أي سلام من أول يومها إلى الطلوع، تسلم فيها الملائكة على المؤمنين، ولا يقدر الله فيها إلا الخير والسلامة لبني الإنسان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليلة القدر هي من الليالي العظيمة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة نزول القرآن الكريم، ليلة السلام، ليلة النعمة الموصولة، والخير العميم، والجزاء الجزيل، والثناء العظيم. ومن عظمة هذه الليلة وفضلها أن فيها تفتح أبواب السماء لإجابة الدعاء ورفع البلاء وكشف الضراء وإنزال السراء، وهي تفوق ألف شهر قدرا وشرفا. هذا من ناحية العدد. وقيل إن فضلها أكثر من ألف شهر، فإن المراد بالتعبير القرآني يقصد به الزمن الطويل لا العدد المحدود. والله تعالى اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الشهور رمضان، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر. ومن هنا وجب الحرص على تحري هذه الليلة والتنافس في الخيرات فيها، فإنها غنيمة عظيمة إن أفلتت منا ربما جاءت هي في العام القادم وصرنا نحن من الأموات. ولهذا ينبغي الإكثار من الدعاء في هذه الليلة، والتوبة والاستغفار والتسبيح والتحميد والتصدق بما أعاننا الله عليه. وينبغي ألا تفوتنا صلاة في وقتها، وعلينا أن نقوم بالتهجد في هذه الليلة، ونركز على خير الدعاء، ونطلب من الله تعالى الرحمة والمغفرة والعافية من الأسقام والبلايا، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية في ديننا ودنيانا، إنه نعم المولى ونعم النصير. والعافية تشمل عافية القلب والبدن، عافية القلب بذكر الله وتوحيده وعبادته، وعافية البدن قدرة على التحمل والمشاق والمعافاة من الأمراض الاجتماعية والأسقام. وفي هذه الليالي على المؤمن أن يكثر من الجود والصدقات، وهي أصناف كثيرة: إطعام الطعام، تفطير الصائم، التصدق بالأموال قضاء، التصدق بالأموال كذلك قضاء حوائج المسلمين، إغاثة الملهوفين، نشر العلم، الإنفاق على طلبته، قضاء دين الغارمين. ولا بد من الاجتهاد في هذا المجال وعدم التكاسل والتثاقل عنه بطمع الدنيا أو بكنز الدراهم والدنانير. قال تعالى: ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
وفي هذه الليالي العظيمة يكثر الاعتكاف، وهو سنة من السنن المستحبة، وقد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، كما ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. والأصل في مشروعيته قول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، صدق الله العظيم. إذن على المسلم أن يشغل نهاره في طاعة الله تعالى والذكر وقراءة القرآن، وينأى بنفسه عن الملهيات، ويبتعد عن المغريات والمفاسد والشهوات، لا سيما إدمان النظر إلى المحرمات بحجة تسلية الصيام. ويستحب الانشغال بإحياء الليل بالتهجد والذكر والإكثار من الدعاء، خاصة في الثلث الأخير من الليل، والاستغفار في وقت السحر. ثم إن تمكن من أداء عمرة في رمضان كانت له بأجر حجة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عمرة فيها تعدل حجة، متفق عليه. إن هذا الشهر تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم، وكما قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو صفدة الشياطين، متفق عليه من حديث أبي هريرة. إن هذا الشهر لهو شهر العتق من النيران في كل ليلة من لياليه، وفيه النداء السماوي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وهو مدرسة تربوية لتهذيب الأخلاق وتزويد النفوس بشحنات إيمانية وتعليم معاني الدين والثبات على الطريق المستقيم، وهو شهر المغفرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالصوم عبادة سامية ترتفع بصاحبها إلى مراتب السعادة ودرجات النجاح والثواب العظيم، وإلى غاية التقوى والإخلاص الذي نغفل عنه خلال السنة. فيأتي هذا الشهر فينبهنا إليه، ولنتأمل حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا جعل الله تعالى الصوم له مع أن كل العبادات هي كذلك له؟ لأن الصوم سر بين العبد وربه، وهو الإخلاص في حقيقته. فعلى قدر الإخلاص يجود الله على المؤمن المخلص، والمسلم بإرادته القوية ويقينه الإيماني يستطيع تغيير واقعه وحياته الروتينية إلى واقع أفضل يوطد صلته بالقرآن الكريم. فحينما يقرأه بنفسه ويسمعه في صلاته في التراويح، فكأن الله يقول له: افهم هذا القرآن وتبين ما اشتمل عليه من المعاني. فالأصل فيه أن كل كلمة منه تخاطبنا وموجهة إلينا، وكأنه ينزل علينا. وقراءة القرآن في رمضان وغير رمضان هو ما يجب التركيز عليه. وقد كان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان قتادة يختم في كل سبع دائما وفي كل ثلاث في شهر رمضان. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قلت: يا رسول الله، وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تعالى وتبارك، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم
هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وحبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به آجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وعلينا بالإقبال على مدارسة القرآن للزيادة في الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل عليه السلام ليدارسه القرآن. فقد ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل بن عباس عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل كل ليلة يدارسه القرآن، فكان عليه الصلاة والسلام أجود من الريح المرسلة. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد تلقى الوحي من ربه وهو أعلمنا بكتاب الله وأعلمنا بربه، فما ذلك إلا ليبين لنا صلى الله عليه وسلم قيمة المدارسة، وما تكشفه باستمرار بأمور جديدة، لأن القرآن لا تنقضي عجائبه، والإيمان يزداد بكثرة المدارسة، وهو صالح لكل زمان ومكان. والقرآن هو سبيل البشرية الأول لتحقيق السعادة والأمن والعزة لما فيه من قيم ومبادئ إلهية عادلة وحكيمة. قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق الله العظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. رواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي. فالرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر كان يكثر من الخير ويحث عليه ويدعو أمته إلى التقرب من الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. رواه الترمذي. قال عليه الصلاة والسلام: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. حديث صحيح رواه الشيخان. والذكر هو استحضار عظمة الله تعالى في جميع الأحوال، ذهنيا وقلبيا ونفسيا. الاستحضار الذهني كقوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. المعنى القلبي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والمعنى الفعلي: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والإنسان إذا تأصلت نفسه على ذكر الله ترسخ قلبه على مراقبة الله تعالى، ونشأ عابدا ذاكرا صالحا مستقيما، فلا يقع في معصية ولا يرتكب فاحشة. فلنحرص على استحضار عظمة الله،
وعلى الإخلاص والتقوى والمهابة منه سرا وعلنا. القرآن يهدي النفوس الزكية ويربطها بالله تعالى، وهذا الشهر هو شهر القرآن، وهو أعلى مرتبة عند الله تعالى، وقد سماه سبحانه شهر الله وشهر القرآن وشهر النجاة. قال الحسن: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلق آخرون عفوا وتخلف آخرون فخابوا. فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون. فذكر الرحمن له فوائد كثيرة، يطرد الشيطان ويرضي الرحمن، ويزيل الهم والغم، ويجلب الفرح والسرور، ويورث محبة الله ورضاه. قال الشاعر: بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكره تطيب. وقال أبو الدرداء: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله: وصدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فطوبى للصائمين الذين صامت جوارحهم عن الآفات والمعاصي والذنوب، وطوبى للقارئين الذين يقرؤون بالأسحار والناس نيام، وطوبى للمتقين الذين وجلت قلوبهم من خشية الله تعالى. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.